مش فاهم حاجة، هو العريس عمل كده ليه؟ البركة فيك يا كاتانيل. الله ينور عليك يا كوتش. وانا ما اعرفش حضرتك، بس اتشرفت بمعرفتك والله. ده كارت مائلة في مدينة نصر، عايزك تروح تجيب لي بيلا وارتصين اللي بتتسلى فيهم بدل ما هي عماله تقرطصك وتتسلى بيك. ها؟ اللي حصل كالآتي. الموضوع ابتدى بالكتاب بتاع الدكتورة هند هنداوي اللي انت اديتهولي في المطعم، اللي بيتكلم عن الناس اللي زي هاني اللي واضح جدا ان عندهم خوف من الارتباط، وعشان كده اتفقت مع الدكتوره هند ان انا احبسها هي وهاني في الاسانسير لمده ساعه عشان ما يبقاش عنده فرصه انه يهرب من المواجهه كالعاده. وعلى فكره البوهي عطل الاسانسير الصح، وانا وفراوله ما كناش بنبوظ الفرح، احنا كنا بس بنعطله على ما الدكتوره هند تشوف شغلها في الاسانسير. دكتوره هند هنداوي، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ وبصراحه الست عملت الواجب وزياده، وخلت هاني فعلا خايف للميه تضيع منه. اما بقى العريس فعرفت ان هو خطب وفسخ كذا مره لانه ما بيحبش يتحمل المسؤوليه، فاستغليت الموضوع. ودي عملتيها ازاي؟ انا ما عملتش حاجه، انت اللي عملت. انت كنت عباره عن مثال، مثال لمستقبله اللي مستنيه. ما تخافش يا عريس، بكره اول ما تكون قد قبلت الزواج هتبقى زيه بالظبط، ده غير الغيارات والحمام والكيكي والنوم اللي هيضيع منك. ربنا يسعدكم يا حبيبي ويهنيكم. وأول ما كرامته نقحت عليه ولقى فرصة إنه يهرب، يلا يا بطل هرب، وده أكد لي إن جوازه بلمية استحالة كان يستمر. طيب أنت عرفت منين إن هي توافق على هاني وتختاره؟ أنا ما كنتش أعرف إنها تختار هاني، أنا كل مهمتي إني كنت أخليها تعرف إن هاني بيحبها بقاله 5 سنين وهي تختار اللي هي عايزاه. بص يا صاحبي، أنا بحب شغلي أه، لكن أخرب البيوت؟ تمام يا كبير، تم الاختراق بنجاح. تم الاختراق بنجاح.